دور رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثل الكوميدي العالمي أندي ديك بتبين أنه عميل إيفانكا بنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة غير لائقة، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية. وهيدي منا أول مرة بيعمل هالشي. فسنة 2007 استضاف ديك إيفانكا ببرنامجه قبل ما يصير والدها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ووقتها حاول يبوسها ويلمسها إلا أنها اعترضت وحاولت بعده عنها. والجدير ذكره أنه ديك كان اعتقل سنة 2008 بعد لمسه فتاة قاصر ونزع قطعة من ملابسها. نتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوه، انزوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.